وحول الذكرى الرابعة عشرة على انطلاق قناة الرافدين وما مثلته منذ انطلاقتها كمنبر حر ونافذة للأحرار وللوطنيين في العراق والأمة العربية والإسلامية وما قدمته من مواقف منطلقة من ثوابت قيمية، ينضم إلينا عبر الهاتف من إسطنبول الكاتب والباحث السياسي الدكتور رافع الفلاحي. أهلا ومرحبا بك دكتور. حياكم الله. أهلا ومرحبا دكتور. بداية، ما الذي تمثله هذه المناسبة، مناسبة مرور 14 عاما على انطلاق قناة الرافدين بالنسبة لمحبيها داخل وخارج العراق؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ربما أنا شهادتي مجروحة في قناة الرافدين، لكن مع ذلك أقول لك أن الانتماء إلى قناة الرافدين، هناك فرق بين أن تعمل في مكان وأن تنتمي إليه. أنا أعتقد أن الانتماء هو انتماء فكري وروحي وإيمان. دائما أتذكر قول الشيخ المرحوم حارث الظاهري، الدكتور حارث الظاهري الأمين السابق لهيئة علماء المسلمين، عندما يتحدث عن قناة الرافدين كان يقول دائما أن كل العاملين فيها لا يقلون شأنا عن كل المقاومين أينما كانوا. هم يقاومون بالكلمة الصادقة وبالحق ويقارعون الباطل بالحق. هذه القناة منذ تأسيسها قبل 14 سنة قارعت الباطل بالحق، وكانت لسان صدق ولسان العراقيين، وعبرت عن مشاعرهم وتطلعاتهم الوطنية والأخلاقية بكل صدق وبكل تفان رغم ما تعرضت له من ضغوط. يعني هذه مناسبة جميلة جدا للتعبير أو للقول أنه كل العاملين في هذه القناة ومن يقفون وراء هذه القناة يستحقون كل تقدير وكل احترام وكل تبجيل، بداية من مديرها العام لأنه مجاهد، وكل العاملين فيها لأنهم مجاهدون، وكل من يقف وراءها ويدعمها ويراها لسان حال العراقيين. هي القناة الوحيدة التي ظلت طوال هذه السنوات رغم كل الضغوط رغم كل الظروف الصعبة ثابتة على خطها، تقارع الباطل بالحق، تدافع عن العراقيين في كل الظروف مهما كانت ومهما واعتبرها. طيب يعني دكتور، يعني بما أنك أشرت إلى هذه النقطة، هل تعتقد أن قناة الرافدين والقائمين عليها قد اختاروا الطريق الأصعب والأخطر عبر مجابهتهم لمشروع سياسي أسسته الولايات المتحدة الأمريكية وتدعمه أغلب الدول في العالم؟ بالتأكيد، هذا صحيح بالتأكيد. يعني الذين أسسوا هذه القناة كانوا يدركون من البداية أن المقاومة ليست فقط في البندقية، لكن ممكن أن تكون البندقية هي كلمة، والرافدين بندقية شريفة، بندقية عراقية تدعمها كل الحناجر العراقية، كل الفكر العراقي، كل الوطنية العراقية، كل الإيمان والحق العراقي. هذه الحقيقة. لذلك وجدوا في قناة الرافدين منبرا حقيقيا للدفاع عن العراقيين، للوقوف. وهذه ميزة ربما البعض يغفل عنها أو يتغافل عنها عن تعمد، أن الرافدين لوحدها على الساحة تقارع عشرات القنوات التي تتحدث بالباطل، التي تدعم العملية السياسية وتدعم الاحتلال منذ عام 2003 لحد الآن. بقيت لوحدها على الساحة تدافع وتناصرهم الأعداء من أجل العراقيين، من أجل الحق، من أجل أن يسود أهل العراق ويسود العراق ويرجع سيدا. هذه القناة تستحق كل تبجيل وكل احترام. طيب. ومن يقف وراءها يستحق كل تقدير، لأن فكرة سابق لقدرات هؤلاء الذين يحكمون العراق، ورؤيته أكثر عمقا وأكثر تقديرا لحاجة العراقيين ومتطلبات هذه المعركة الشرسة مع من يحتلون العراق ويريدون إذلاله وضعفه. هل تعتقد أن قناة الرافدين استطاعت أن تقوم بالمهام التي أسست من أجلها خلال هذه المرحلة من تاريخها؟ بالتأكيد، ولا ما كنا اليوم نحتفل بذكرى تأسيسها الـ 14. يعني
هذه القناة حققت الكثير الكثير، استطاعت أن تكون لسان حال العراقيين. أهل العراق عندما يعني وأنا أعرفه كثير من المجسات وكثير من الناس كانوا يوصلون الرسائل والاتصالات، وكنا نتابع استبيانات واستطلاعات كثيرة تتحدث أنه أهل العراق إذا ما أرادوا يعني نصيرا لهم إعلاميا اتجهوا إلى الرافدين، إذا ما أرادوا خبرا صحيحا اتجهوا إلى الرافدين، حتى الذين لا يوافقون الرافدين في رأيه في توجهاتها يستمعون إليها لأنهم يعرفون أنها على حق. فلذلك الرافدين حققت الكثير مما خطوا وتوعد بتحقيق الكثير الكثير. هي ابنة العراق الرافدين، هي لسان العراق، لسان العراقيين، ستبقى على العهد، ماضية في طريقه، وهذا الشيء يعني شرف كبير لمن يعمل. دكتور سؤال أخير، يعني كيف استطاعت قناة الرافدين الحفاظ على خطها وعلى مسارها التحريري خلال كل هذه الفترة رغم كل التحولات التي شهدها العراق في المرحلة الماضية؟ هذا جزء من تميز الرافدين، هذا جزء من الإطار الرصين الذي تم بناؤه، تم وضعه لتأسيس هذه القناة من قبل القائمين عليها. هذا الإطار الرصين المشبع بالفكر الوطني والأخلاق السامية وبمحبة العراق والعراقيين هو الذي جعلها تجتاز كل هذه المصاعب، تجتاز كل هذه التحديات، لا أقول بسهولة ولا أقول بيسر، حتى وإن كانت في صعوبة بالغة أحيانا، لكنها كانت مصممة على الاجتياز واجتازتها الحقيقة. وهذا جزء يسجل للقائمين عليها، وجزء يسجل للإطار الرصين الذي أسست عليه الرافدين، للأسس التي قامت عليها. وهذا شيء كبير. الآن هناك الكثير ممن ينحرفون، ممن يدعون شيئا ويتصرفون شيئا آخر، ممن يدعون الحيادية. وعلى ذكر الحيادية، الرافدين لا تؤمن بالحيادية، تؤمن أن هناك حق وهناك باطل، إما أن تكون مع الحق وإما أن تكون مع الباطل. وهذا ما يميز الرافدين، الرافدين دائما كانت على حق، وكانت إلى جانب نعم، المظلومين، وكانت إلى جانب العراقيين، فلذلك هي لسان العراقيين. نعم. الكاتب والباحث السياسي الدكتور رافع الفلاحي، كنت معنا عبر الهاتف من إسطنبول لمناسبة الذكرى 14 لانطلاق قناة الرافدين، شكرا جزيلا لك.